الرادود إليه حيثيتين، حيثية تتصل بالمظهر وأخرى تتصل بالمضمون. أما ما يتصل بالمظهر فمظهره وسلوكه العام وأخلاقه وعلاقاته في أيام السنة، كل ذلك يساهم إما في تأصيل مبادئ الحسين وأهداف الموكب، وإما أن يساهم في ما ينقض أهداف الحسين وأهداف الموكب. وما يتصل أيضا بالمظهر لحنه وكيفية أدائه، فإذا كان أداؤه متناسبا مع ما تقتضيه الضوابط الشرعية ومع ما تقتضيه عزة الموكب ورجوليته، هذا يترك تأثير، وعلى نقيض ذلك حينما يكون اللحن والأداء منافيا للضوابط الشرعية أو منافيا لما تقتضيه ما يمكن التعبير عنه برجولية الموكب. كذلك اللحن قد يترك تأثيرا بالغا على تفاعل الحاضرين والمشاركين في الموسم في الموكب، وقد يسهم في التقليل من التفاعل. فالبحث ينبغي أن يكون عما يناسب وما يزيد من التفاعل المطلوب والمستهدف. لا أريد أن أفصل في ذلك، فصلنا كثيرا فيما سبق، لكن أريد أن أشير إلى هذه الأمور ينبغي أن تكون حاضرة في الذاكرة فيما يرتبط باللحن وأداء القصائد في الموكب.